عبد الرحمن عرو قدوميها حزبي معارض كأه إيه ودني أيا بورتك عن لباح قور رويت كغرق واقي قو آن كي لفلي إساق أوقاتي قو آن كما الدنبيسة أو نظام كموسبيح قبي أهام با ماشا لوغا ساريو قو آن كان أيا وحا أويا هاي ميد ستوسا أسامين أيا قود أهام با إن عيدا كلا دوان إيه سياسة دا يسيدو كلا جريتان كا نظام كا SNM إيه سومالي لان تاسو موقت إني تهي أرين سامين تيدان والول حوق له أيونا قو آن كان كو أبوري موسى بيح عبدي هو قاميها نفل عارقة أح إن دام كأسنم أو آن كفلين قو آن كان إن أوقاتهم موسى بيح وعبد الرحمن عرر قدوميها يمشرح حزب معارض كأح إيه ودني عبد الرحمن عبد الله عرر أياه وحا أو سعد قو آن أوقاتي نظام كنفل عارقة أح إسنم يسيدو كلاهو قامين تفقليد كأح إيه لبات تدموية آن لفتلحين إيه موسى بيح عبدي عبد الرحمن عرو وحا او كل مكة ودي وايه لسودا في مغالة هرقيسة إيه جفاديسة قرحاتيس أي لاذا هاي كل مدن وحا قيبتود وضيال ادري موسى بيح عبدي او حتى امرك قار كلية كدلبانية إن أي وضا كلمان او بل أي وضا هلا ننكي ديرانان شري وقتها ننتالي موسى بيح ها وضا هذا نتيس كديسيد مربو وحو ديدي شري إن لغوبة سوق هذا واحد دور شلي رهدو ما أنتنا إساقة هديل لدل بنشرة إن للاكل مو إساقة أياه وحو رادين أياه بل هل مرآن إسأرقنو هل مرآن كلونو هل مرآن وح إسويدينو تاسو كدقن إن أي تهي تلابو يقو آن بنان كسوليق أياه إن أوچرو وضا هادل يسيدو كلي هشيس رسمي أو لحريرا حالدا يقابك وحلو وداقي كرو نظامك نفل عارق أهي إسنم إيه موسى بيح عبدي أوه جانك كي يحي أيانا أرنتن أي إب وين كنت حي عبد الرحمن عرو مرك أسود مي كل مدي أو كودي جدها مجال ده هرجيسة وحمان تبرقدي أو عم ببحي بورتج عن لباح هالكاس مرك أو جري نقاق عيدا أيام بلوضي مرك اللي جور هلي كتبي بموسى بيح عيدا ماذا أيو أمر إن أي أفك حب قريقة كسران حبضة يرساستا سي عبد الرحمن عرو دقال أوقب صدو سلام مرك أنا أو إسقى أو جسوع بعضه وحنا الدنيا موسى بيح إن مركة دقارك وكبل وضبورتك عن لباح عبد الرحمن عرو وضياشي صاحب كلاها موسبيحي إيه ودوان أدري إن أو ستوس أولاها الله إسلام كان أي أنقطو تلابو أدونيو إن أو كاقاتو قوان رسمي إسلام كان أو دلبضو إن عبد الرحمن عرو إذا مدان أو كلاها الله أونا إساقة هرقيس أو صلابتو أي وضاها الله بلسي عبد الرحمن عرو وحو هايستا إذا محوق له او اوغودو له اني دفاعان وليبا فدي حدا دعدي waxay ahayd عبد الرحمن عرو oo ku sugan buurta dhaladeeda sare ayaa dhalinyaro jifadiisa markii ay maqleen in عبد الرحمن عرو halkaas ku sugan yahay oo isaga la ciirsanayo ay gabi ahaanba aagaas ka soo bixeen iyaga oo si toos ah isugu soo dhiibay ciidamada xooga gagraxajis sheegayna in ay diyaar u yihiin inay ka garab dagaalamaan عبد الرحمن عرو habada oo dushiisa ka dhacaysa iyo dagaalka oo socda ayuu si toos ah u bilaabay إن كل ما أقسميه جدها بورت جعل لباح هل كاسنا كل ما ذو أي نقدان كواسي توس السامين أقول لنا يا مركل في ريو حال ذا هجار كي وتشهيان على سيد دوله جنا يا يسيد أكله جو أمد الرسمي جاه إلو بهي هي وح أسرة كيشة هل كاس كسر أشيء جي إن أكل لقتي أضياش لقن كب وح جرت كي يسيد أكله حبنا كله أو مهمة أو كتر سن إن إرجرت كجرح جس وحنا الشيء جي إن إيجو ما دام الدفاع كتران way adag tahay inay soo aadaan hargeysa oo ay aaga krag isku haystaan oo go'aansaday in isagu uu soo baxo dhalada burta dhaladeeda uu fuulo isla markaana uu halkaas iyaga kula hadlo waxayna qaateen go'aan ah in dagaal mooye wax kale aysan jirin abdirahmaan ruux waxay u sheegeen in ay dagaalka galeen awooda musabbix soo afjareen diyaarna ay u yihiin inay sii xoojiyaan awoodooda oo maalin walba sidaan u arkayo kale ciidamada garaxajis ay ugu soo galbanayaan isla markaana buurta ugu soo xiroonayaan taas oo ku sheegay inay tahay arrin la yaab leh iyo sidoo kale tilaabo muujinaysa in dadka oo dhan ay naceen muuse biixi iyo sidoo kale nidaamkiisa nafla caariga ah abdirahmaan curro ugu dambeyn waxa uu qaatay go'aan rasmiya dhalinyarada oo maqlaysa ayuuna si cad ugu sheegay in ballantoodu ay tahay dagaal abdirahmaan curro ayaana wuxuu ku celceliyay ballanteennu waa dagaal
بلنتينو ودغال بلنتينو ودغال تاسو موجينيسا سيدا عبد الرحمن عرو وقاتي قوانكا كما دبايستا يسيدو كلا تلابادا موجينيسا إلا جوغو حلقي اقوم مهمسنا إلا قادان لها تلابوين يقو أنا كلا دوان أو ماش اقوه سيسي لغايا ندام كنف العاريقة إيه أسنم موسى بيحي عبدي هو قام يهنا في العارقة أهي نظام كأسنم أي حالة دي سؤال موقتي إنه تهي مت سامي يلا نيسا يسيدو كلا تلابا ستوسا وقو أن وقو سامي نيسا نظام كان نفل عارقة أه يسيدو كلا تلابو ينكي سقارك أه إيه أو وچهيو موسى بيحي عبدي هو قام يهنا في العارقة أهي نظام كأسنم أي حالة دي سؤال كاليغان تهي إن حدا ميشي وقو دنبيسي أو مرايو عبد الرحمن عرو دانتا قاقا gaarka ah ee dagaalku uu saameeyay xabaduna ay ka socon ee buurta gacan libaax ayuu si toos ah uga degtay waxa uuna u gudbay dhankaas ee magaalada Burxo halkaas oo hadda uu ku sugan yahay isla markaana uu saacadii ugu dambeeyay kulamo kala duwan ka waday Cabdiraxmaan Cirro kulamadiisan dambe ee uu la qaadanayo xubnaha halkaas ku sugan waa iska kulamo u muuqda inay yihiin kuwa uu ku soo bandhigay mowqifkiisa balse mowqifkiisa kol hore ayuu qaatay oo cadeeyay إن عبد الرحمن عرّ أوقات موقف الدجال كنا راع فيصل علي ورابي إسلام كان أو بغض بورتج عن لباح أو حد ناس سن بدأ يسقون أبا هن مسبح أو كجد جاب بورتاس أو تجاب برع ونكسون يهاي كل منا كودم وح أي قدرتي فرين أرجع له مسبح أو نبر يسدو كله ورن والنهر لوجت تاجي أي كنا قطي مسبح ما أسفلين إن سداس فضود عبد الرحمن عرّ وهرجيس كل ما أقص مايو oo diido xataa isaga inuu la kulmo inuu la hadlo iska diidayo kulamadiisi markaa uu dhameystay iyadoo xaaladu ay ku adagtay Muuse Biixi si caadi isaga baxo oo buurta tago oo xitaa dagaal iyo qalqalgalin inta lagu sameeyo waxaas oo dhan uu dhag jalo qusiin waayo oo si caadi kulamadiisi hawliisa u dhameysto go'aankiisa halkaas kaga dhawaaqo balan qaadiyo u sameeyo dhalinyarada isla markaana si tago oo uu gudaha u galo magaalada Burxo oo ilaahay hadda kulamo uu ka wado oo guliba oo burca kaga sii horeeyo xubnaha kala duwan ee ururka Muuse Biixi ee kulmiye oo doonaya inay kulamo ku qabsadaan taas ayaana waxay muujinaysaa in xaaladu ay si weyn faraha uga sii baxayso ayna ka dhigan tahay in la joogo xilligi ugu muhiimsanaa ee gabi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo la xiriira dhaqdhaqaaqa iyo tallaabooyinka kala duwan ee nidaamka nafla caariga ah ee SNM ay qaadanaya Muuse Biixi xaaladdiisu hadda waxay maraysaa meeshii ugu liidatay maalinba maalinta ka dambeysa nabarro culculus oo siyaasadeed oo ciidan oo dhaqaale oo nabadgelyo ayaa ku dhacaysa Muuse Biixi hadda waxay maraysaa in Cabdiraxmaan Cirro intaas uu si nabad ku maray isagoo la baryayo oo maray isaga lagu halaysto Muuse Biixi qalka buuri jireen carruurtiisu meel ay istaagaan ay la yihiin oo uu carruurtiisi la cararay oo carruurtiisi uu hadda meel u geeyay garan la yahay oo waliba uu ka fakarayo arurtiisi iyo sidoo kale talaabooyinka gaarka ah ee uu qaadayo taasoo u muuqata inay tahay tii ugu adkayd iyo sidoo kale talaabadii ugu darnayd ee ay qaadi lahayeen